والآن السادات والسادة، أتشرف بدعوة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار السابق لإلقاء كلمته، فليتفضل. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Zahi Hawass, the renowned archaeologist and the former Minister of Antiquities. Good evening. مساء الخير. أنا مش هعمل محاضرة، ما تخافوش، مش هتكلم كتير، وكلها الدكتور خالد عبد الغفار اداني التصريح هتكلم 10 دقايق. فأنا سعيد جدا إن مصر بنحتفل كلنا بهذا الإنجاز العظيم، فبهني الحكومة وبهني كل شعب مصر. أنا هتكلم بسرعة في حاجتين. الحاجة الأولانية عن زمان إحنا عملنا إيه في الطب، والحاجة التانية عن الأسرار اللي ورانا في الهرم. أنا مش شايف، أوكي. أول حاجة في الدنيا إن إحنا حكمنا الدنيا كلها من 5000 سنة بالحق والعدل والعلم، وأهم حاجة إن كان عندنا أهم طبيب في الدنيا. حتى الشعب المصري في العصر المتأخر عبد هذا الطبيب كإله للطب، دائم حتب. إحنا بدأنا ندور، طبعا هو اللي بنى الهرم المدرج، وهو أول مهندس في التاريخ بيبني عمود من الحجر وبيبني سقف من الحجر، الهرم المدرج. بدأنا ندور على المقبرة بتاعته في الهرم، لأن الهرم الوحيد بتاع زوسر ده اللي اتدفن فيه الملكات، وبالتالي قلنا احتمال ام حتب يكون اتدفن داخل هذا الهرم. دورنا الحقيقه ما لقيناش حاجه، لكن اهم حاجه بقى كشف مهم جدا في سقاره عن مقبره طبيب عمره 4300 سنه اسمه قار. الراجل ده الالقاب بتاعته بتقول ان هو كان من اهم الاطباء اللي كانوا موجودين في مصر. المقبره داخلها بعض المناظر اللي بتبين هو بيقوم ببعض العمليات الطبية، لكن أهم حاجة عثرنا عليها هو أمام المقبرة وداخل المقبرة طلعنا تماثيل إن هو كان واخد إيم حتب كرمز بالنسبة له، وأهم حاجة الأدوات اللي احنا طلعناها دي أول أدوات جراحية في الدنيا عمرها 4300 سنة كان بيستعملها قار في العمليات الجراحيه اللي كان بيقوم بيها. وفي نفس الوقت احنا عندنا روشتات، عندنا برديات فيها كل الوصفات الطبيه اللي ممكن اي حد فينا يتصورها. كل ده بيبين ان مصر وعظمه مصر والطب اتعرف في مصر من اكثر من 4000 سنه. نيجي بقى للاهرامات واللي جوه في هذه الاهرامات. طبعا احنا بنحاول نشوف اسرار ابو الهول الاول. ابو الهول ده تحتيه ايه؟ الناس كلها بتقول ده تحتيه اسرار وتحتيه حاجات من القاره المفقوده اطلانتس. الحقيقه ان احنا بدانا ندور جوه ابو الهول. اللوحه دي لوحه الحلم، كل الناس بتبص لها بيقولوا ان تحت ابو الهول في حاجه موجوده. انا بدات ادور، اول نفق طلعته ورا لوحه الحلم داخل جوه ابو الهول حوالي 4 متر. النفق الثاني الحقيقه فوق التمثال داخل جوه التمثال 5 متر، ما طلعنا ما لقيناش فيه حاجه خالص. النفق الثالث قال لي عليه عامل بيقول لي ان جده قال له ان لو شلت حجر من ابو الهول هتطلع بير ضخم، بس الراجل قال لي ان كل واحد دخل جوه ابو الهول حصلت له لعنه ابو الهول. قلت له ما تخافش من لعنه، شلنا الحجر لقينا الفتحه دخلنا جوه. وشفتوا بقى انا كنت سمارت، ما دخلتش هذا الاول، بعت واحد امريكاني قبلية وخد اللعنه في حياته بهدله. لما جه الملك فيليب وحكيت له القصه اللي بقولها لكم، قال لي يا زاهي انا مش عايز ابقى ملك اني مور، انا عايز ادخل جوه البير ده عشان اسيب الملك. هو دخل البير والحقيقه لسه ملك، ما حصلوش حاجه. التاني بقى بيل كلينتون لما جه وحكيت له القصه قال لي انا لو كنت دخلت جوه البير ده ما كانش حصل لي لعنه زي اللي حصلت لي في حياتي.
التنل نمر 4 في الناحية الجنوبية اتفتح سنة 1927، لكن احنا اكدنا ان داخل التنلز دي كلها فخار بيبين ان التنلز دي اتفتحت في 500 قبل الميلاد، زي ما احنا دلوقتي بنفكر ان بلول تحتيه حاجة. زمان في العصر المتأخر اعتقد بعض الناس لهذا الكلام وحفروا جوه بالهول ما لقوش اي حاجة في ابو الهول. الناس بقى اللي بتقول ابو الهول ده مش بتاعنا، يقول لك اصل الراس بتاعته صغيرة للجسم. صح، ليه؟ لان احنا لو شلنا الحجارة من على صدر ابو الهول، ده بقى الدريلينج اللي عملناها، حفرنا تحت ما لقناش اي حاجة. ابو الهول صخرة صماء لا يوجد تحتها اي شيء زي ما كل الناس بتقول، وده برضو الصور اللي اتخذت جوه ابو الهول. راس ابو الهول صغيرة للجسم ليه؟ لان ده الجسم لو تشل الحجارة بالشكل ده، لما المصري القديم عايز يعمل جسم الاسد غطاه بالحجارة، فبقى الجسم كبير كومبيرنج لراس ابو الهول. نيجي للهرم. طبعا الهرم ده عليه كلام كتير جدا، وانا عايز اقول لكم ان كان بعض الناس في العالم بيقول لك الهرم ده ناس جم من القارة المفقودة بنوه. وانا اقول لكم حكاية سريعة، جالي مرة صحفي من كاليفورنيا وانا مكتبي جنب الهرم، فقال لي الناس بتقول ان انت الساعة 12 الظهر بتدخل الحمام بتاعك بتفتحه وتدخل لطنل للهرم تخبي الحاجات اللي بتقول الهرم ده مش بتاعكو وترجع تاني. قلت له طب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز اشوف الحمام بتاعك. قلت له اتفضل. قعد ساعة في الحمام ورجع تاني، قلت له شفت حاجة بتقول حق عن اي تنلز؟ قال لي لا. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي اول بابليش يور باث روم ان ذا انترنت. فدايما اقول للناس لو عايزين تشوفوا الحمام بتاعي اكتبوا www.hawasbathroom.com. حتى تصوروا ايلون ماسك عمل، قال لك بنى الهرم ناس جم من الفضاء، واحنا ردنا عليه وقلنا له طب تعال بقى نشوف هل الهرم فيه اسرار؟ احنا كشفنا مقابر العمال بناة الاهرام اللي بتقول للعالم كله ان الاهرامات بناها المصريين وان الاهرامات لم تبنى بالصخره، وطلعنا منطقه الاداره اللي السمك اللي بتجفف فيه اللي هو زي الفسيخ دلوقتي، المخابز، المدن اللي عاشوا فيها، والعمال كانوا بيناموا كده في الصيف وبيناموا في الشتاء. وطبعا طلع اهم كشف في الدنيا من 3 سنين برديه وادي الجرف اللي بتقول لنا لاول مره على ازاي الهرم اتبنى. بدانا ندور على اثار الهرم الكبير. الهرم جواه 3 ليفلز. احنا حبينا نقضي على الرطوبه اللي جوه الهرم، فميكانيكلي شلنا الحاجات العالقه بالهرم. بعد كده لقينا قلنا نعمل فنتيليشن سيستم عن طريق التنل ده 20 في 20 سنتي. طب نعمل ازاي؟ فجبنا روبوت الماني، وخدت الروبوت ده ودخلنا الفتحه الشماليه بعد 20 متر الفتحه بتحود والروبوت الالماني ما عرفش يحود. بعتنا الروبوت في الفتحه الجنوبيه قام واقف قدام باب بمقبضين من النحاس. طبعا الدنيا اتقلبت بالكشف ده. لما بقيت اكسبلورر للناشونال جيوغرافيك قلت لهم انا املي تجيبوا لي روبوت، فجابوا لي الروبوت ده سموه بيراميد روفر. خدت الروبوت ورحنا بعتنا الانسان الالي فتح حوالي سنتي بالظبط، وبعت اوبت الكاميرا بعد الفتحه دي طلعنا باب تاني بس شكله ايجي شيبت، يعني شكل في حاجه 100% ورا الباب ده. بعد كده طب ليه بيبقى قابض بالنحاس؟ لو رحنا المتحف المصري بنلاقي الكنوب جزار بتاع تعنخ امون فيها المقابض دي عشان تتجر، ف100% المقابض دي بتبين حاجه جوه. بعد كده رحنا الفتحه الشماليه لانها بتحود شمال ويمين عشان تتفادى البهو العظيم اللي موجود. وانا بعتقد ان لازال حجره الدفن بتاعت خوفو لازالت موجوده جوه هذا الهرم. احنا دلوقتي بنشتغل مع تيم من انجلترا بنحاول بقى ندور ايه اللي موجود ورا هذه الابواب، والروبوت ده اللي اتصنع اللي هو باذن الله هيبين لنا ايه اللي موجود. لكن في دلوقتي فريق تاني موجود اسكان بيراميدز بيشتغل معهم الدكتور هاني هلال، وفريق من اليابان وفريق من فرنسا، وانا اللي ماسك الناحيه العلميه.
وده التيم ده كله الحقيقة اشتغلوا بأحدث الأجهزة العلمية اللي موجودة، عشان كل حاجة من دي لما بيجي فويد بيجيبوا الجهاز التاني يدور هل الفويد ده صح ولا لا. من حوالي سنتين قالوا ان ورا المدخل الأصلي في فويد، فاحنا قلنا احتمال الفويد ده موجود عشان المصر القديم يبني الديسندنج كوريدور لازم يبقى فيه مكان لسبيس للعمال يتحركوا. بعد كده قالوا في فويد تاني 30 متر فوق الباهو العظيم. انا قلت لهم اشتغلوا اكتر واكدوا لنا هذا الكلام. من حوالي 5 شهور جم قالوا لنا ان ورا المدخل الاصلي ده في فويد. الاشعه بقى بينت الفويد ده واضح جدا. لما بصينا في المدخل الاصلي لقينا فيه موجود فتحه صغيره، جبنا اوبتيك كاميرا وحطناها. اللحظه دي من اجمل لحظات الدنيا، وانت بتحط الاوبتيك كاميرا بتشوف ايه اللي ورا الباب. طلعنا الكوريدور ده طوله، شفت الفرحه بتاعتنا بالكشف ده مهم جدا. ده 7 متر طوله، عرضه 2 متر و20 سنتي، والشيب الشيفرن شيب. دايما الشيب ده معناه في حاجه تحت موجوده. واحنا لو شفنا الحجرات الخمسه اللي فوق حجره الدفن الشيفرن شيب موجود، وداخل هذه الحجرات في اسماء العمال اللي بنوا الاهرامات. كل فرقه لها اسم وكل فرقه لها رئيس. اصدقاء الملك خوفو ده اسم الاسماء. في هرم ميدوم طلعنا فويدز تحت فوق حجره الدفن. والحقيقه ان احنا دلوقتي باذن الله هذا العام هيكون العام اللي احنا هندور تحت الكوريدور ده ايه. وحجره الدفن الثانيه اللي في هرم خوفو انا متاكد ان تحتها برضو اسرار. طبعا الاسرار اللي موجوده هو ان احنا هندور داخل هذا الهرم على حجره الدفن. تخيلوا توت عنخ امون حكم 10 سنوات، والعشر سنوات دول طلع في مقبرته 5398 قطعه. لو مقبره الملك خوفو طلعت كامله حكم 28 سنه اعتقد ان الخبر ده هيهز الدنيا كلها. شكرا وكل سنه وانتم طيبين. شكرا للدكتور زاهي حواس. Thank you Dr. زاهي حواس. As always very interesting, very informative and also entertaining. الآن السادات والسادة الضيوف الكرام، أتشرف مع حضراتكم بدعوة معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فليتفضل معالي لإلقاء كلمته. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Dr. خالد عبد الغفار, the Minister of Health and Population. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دكتور تادرس أدهانوم the Director General of the WHO, Excellencies Ambassadors, Country Representatives, good evening. It is a great honor for me to extend a warm welcome to all of you. من دواعي سروري أن أرحب بكم في هذه اللحظة الفارقة. اليوم نحن هنا في هذا المكان العريق وهذا الرمز الشامخ لكي نحتفل بإنجاز كبير حققته مصر والعالم، لأننا أول دولة في العالم نجحت في الوصول للمستوى الذهبي في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي، وهذه شهادة على مرونتنا وعلى قدراتنا وصمودنا الدؤوب فيما يتعلق بالتغلب على هذه العوائق. ونحن هنا نعمل مع شركائنا العالميين، خصوصا منظمة الصحة العالمية التي قدمت لنا دعما كبيرا ودعما كبيرا في هذه الرحلة، مما ساعدنا على الوصول إلى هذه العلامة الفارقة. وحيث أننا هنا في هذا المكان الشامخ العريق في الأهرامات، فنحن تمتد جذورنا إلى الماضي العريق
والذي تمتد جذوره في داخلنا، وهذا يبين أنه لا شيء هناك أي شيء مستحيل علينا، وأنه لمن دواعي شرفي أن أرحب كل الترحيب بكل واحد منكم ممن أتوا إلى هنا للاحتفال بالصحة والحب في هذا المكان التاريخي والاحتفال التاريخي. إننا هنا اليوم نشعر بكل امتنان واستمتاع بما يحدث. لأن الحقيقة ناس كتير جدا لهم فضل في هذا الموضوع من سنوات طويلة، فيعني مهم أن أنا ألقي الضوء على بعض من المجهودات اللي اتعملت على سنوات طويلة في هذا المكان الهام وهو أهرامات الجيزة العظيمة، الذي نحتفل بإنجاز غير مسبوق في تاريخ دولتنا، ونتشارك قصة نجاح رحلتنا نحو تحسين الصحة والإزدهار للجميع. وفي حضرة هذه العجائب والآثار القديمة نتذكر تاريخنا الغني والعريق، حاضره ومستقبله. حضارة 7000 سنة، تلك الحضارة التي لم تقدم لنا المعالم الأثرية التي نراها شامخة أمامنا فحسب، ولكن أيضا قدمت مبادئ السعي وراء المعرفة وفنون العلاج. فقد نبغ المصريين القدماء في العديد من المجالات، كان أبرزها الطب كما تفضل دكتور زاهي حواس، إذ تركوا بصمة تشهد لهم في كل تخصص من تخصصاته، حتى يعتقد أن مفهوم الصحة والرعاية الطبية بدأ مع نشأة الحضارة الفرعونية. ولم يسع أسلافنا الفراعنة إلى بناء الآثار الخالدة، بل إلى ضمان رفاهية الشعوب. اليوم نمضي قدما في هذا الإرث من الرعاية الصحية والابتكار، ونحن نقف هنا على هذه الأرض المصرية المقدسة للاحتفال بحصول مصر على المستوى الذهبي للإشهاد من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي، ولتكون هذه الوثيقة التاريخية بمثابة بردية جديدة تضاف إلى تاريخنا العظيم، وتذكرنا بحكمة أسلافنا الذين آمنوا بأن الصحة هي أعظم كنز على الإطلاق. السيدات والسادة، لقد صنعت مصر التاريخ مرة أخرى، بينما لم يكن هذا الإنجاز رحلة سهلة، بل كان مدفوعاً بالتفاني والجهد الدؤوب والروح التي لا تقهر لشعبنا، كما أنها شهادة على صمود الدولة المصرية والدعم الثابت لقيادتها الحكيمة. لقد عانى الشعب المصري لعقود طويلة من فيروس التهاب الكبدي سي، والذي أصبح من المشاكل الصحية المتوطنة في مصر. فطبقاً للمسح الصحي الذي أجري في 2008، تبين أن 10% من المصريين من الفئة العمرية 15 إلى 59 سنة لديهم إصابة مؤكدة بالفيروس. الأمر الذي يعني أن كان لدينا في ذلك الوقت في تلك الفئة العمرية فقط 5 ملايين مصاب بإصابات مؤكدة تحتاج للاكتشاف والعلاج. لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي في هذا الوقت، بالرغم من محدودية وسائل التشخيص وندرة وسائل العلاج، فعملت على تطوير أدلة العمل على مكافحة العدوى في المنشآت الطبية، وتبني الإجراءات الوقائية السليمة لنقل الدم وساسات الحقن الآمن، كما عملت على حوكمة الإجراءات وتوحيد الجهود لمواجهة المرض من خلال لجنة قومية ضمت خيرة علماء مصر في مجالات الكبد والصحة العامة والوبائيات، وتعاقب عليها عشرات العقول المضيئة والتي رسمت لمصر والعالم طريق النجاة من هذا الفيروس، حيث أسست العقول المصرية استراتيجية موحدة للدولة في مواجهة هذا الوباء الفتاك. ونجحت الدولة المصرية في تكوين أول برنامج قومي للتشخيص والعلاج، حيث قامت بإنشاء شبكة من مراكز العلاج في كافة المحافظات المصرية تخطط 170 مركز مجهزاً بالكوادر الطبية والبنية التحتية والتجهيزات الملائمة، كما نجحت في توفير العديد من الخطوط العلاجية الحديثة بأقل من 1% من سعرها العالمي لتعطى للمصابين بالمجان. وفي ظل هذه التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، لم تهتز الإرادة المصرية في مواجهة المرض وتوفير كل السبل لمحاربة والقضاء عليه، وأطلقت مصر خطتها التنفيذية لمواجهة الفيروسات الكبدية عام 2014. ولقد شملت 6 محاور رئيسية تضمنت تقوية نظم الترصد ومأمونية الدم ودعم جهود وساسات مكافحة العدوى ورفع الوعي المجتمعي والصحي بالفيروسات الكبدية وتكثيف جهود علاج الفيروسات والمضاعفات الناتجة عنها. تأتي ذلك بوقت قصير في عام 2016 اعتمد الجمعية العالمية للصحة
استراتيجية القطاع الصحي العالمية للالتهاب الكبدي الوبائي، والتي دعت الدول إلى القضاء على هذا الوباء في كمشكلة صحية عامة بحلول 2030، ثم عقب ذلك تحقيق قفزة نوعية في مواجهة المرض عن طريق، وهذه كانت نقلة نوعية في الرحلة، وهو توطين صناعة الأدوية المضادة للفيروسات. وأرى كثير من زملائنا اللي لهم فضل كبير في توطين هذه الصناعة في مصر من الشركات المصرية الوطنية في مجال الأدوية في عام 2016، وذلك مكن مصر من توفير ملايين الجرعات للمصابين والتوسع في إتاحة فرص العلاج. وبإدارة صلبة ودعم سياسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع هذه القضية كأهم أولوياته في النهوض بالقطاع الصحي في مصر، وهو القضاء على فيروس سي، وتسخير كافة إمكانيات الدولة والجهود الوطنية وإنهاء معاناة الشعب المصري من تبعاته. وأيضا مرحلة هامة جدا في هذه الرحلة هو أكتوبر 2018، عند إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي تحت شعار 100 مليون صحة، والتي نجحت في خلال فترة لم تتجاوز الشهور في الكشف على 63 مليون مصري في الفئة العمرية 12 عاما فأكثر، واكتشاف وعلاج ما يزيد عن مليوني من الإصابات المزمنة المختفية. ولقد بنت هذه المبادرة التاريخية هرما رابعا لمصر والعالم، وغيرت من مفاهيم الصحة العامة وأولويات الصحة وكيفية علاجها والتصدي لها على المستوى المحلي بل الإقليمي والدولي، وأهلت مصر لكي تخطو خطواتها العملاقة نحو التقدم للإشهاد من منظمة الصحة العالمية. وقد شمل هذا الفحص، خدمات هذا الفحص والعلاج، كافة الجنسيات المقيمين على أرض مصر، وكذلك اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تم علاجهم بنفس المعايير والقواعد كأشقائهم المصريين تماما. ولأن مصر من أوائل الداعمين لجهود الأمن الصحي الإقليمي، فقد أطلق فخامة الرئيس مبادرته التاريخية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، والتي ما زالت تدعم الأشقاء في قارة أفريقيا. والآن نشهد اليوم إنجازا في بناء نموذج الاستدامة في الخدمات المقدمة لمرضى الفيروسات الكبدية لتتواكب مع أفضل ما وصل إليه العلم. ولنفتخر جميعا بنجاحنا في تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لكل فئات المجتمع. بينما نحتفل بهذا الإنجاز، دعونا نتذكر أيضا أولئك الذين مهدوا لنا الطريق وشاركونا النجاح، فإني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى زملائي الوزراء والمسؤولين السابقين، وكذا الآلاف من العاملين في القطاع الصحي والذين شاركوا بحب وتفاني في تشخيص وعلاج الملايين من المصابين، كما أشكر علماء مصر الأجلاء الذين ساهموا بعلمهم وإخلاصهم وتفانيهم في صياغة الاستراتيجيات الفعالة وخطط العمل التنفيذية التي قامت بتمكينها من القضاء على هذا المرض. كما يشرفني أن أتوجه بالشكر والعرفان للشركات المحلية والعالمية التي دعمت توفير ملايين من وسائل التشخيص والعلاج. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أشكر العديد من الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لنا في هذا الطريق. وأخيرا وليس آخرا، فإن يتقدم بكافة الشكر والتقدير والامتنان لجهود منظمة الصحة العالمية ومعالي المدير العام دكتور تادروس أدهانوم وكافة الجهات المحلية والإقليمية للمنظمة، التي ضربت أروع الأمثلة على تنسيق الجهود بين مستوياتها الثلاثة ووزراء الصحة والسكان في مصر للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. لقد حققت مصر المعيار الذهبي لاستكمال مسار القضاء على التهاب الكبدي الوبائي سي، ولكن رحلتنا لم تنتهي بعد، وندرك جيدا أهمية أن نظل يقظين في التزاماتنا بالحفاظ على مصر خالية من هذا المرض وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مواطنينا. هي يعني أنا عايز في هذا المقام أقول إن إذا كان البرنامج اللي مصر تبنته لقضاء على فيروس سي أو للتعامل مع هذه القضية بدأ من 2006 تقريبا في وجود مسؤولين موجودين بيننا دلوقتي، وكان من خلال تشكيل اللجنة القومية، لأول لجنة قومية للأمراض الفيروسية أو أمراض الوبائية بشكل عام. ومن هذا التاريخ الحقيقة، مع وجود اللجان ومع وجود المسؤولين ومع وجود النجاحات اللي تمت، كان مجهود كبير جدا
كل واحد كان موجود في هذا التاريخ وقبله كان له دور وكان له وزن في هذا التحقيق اللي احنا بنحافل فيه النهاردة. يمكن أنا آخر واحد أو أقل واحد عملت أي مجهود في هذا المكان، لكن قدري أن أنا جيت في الوقت اللي كان في مصر بتتقدم لهذا الملف بعد ما كان كافة الشغل وكافة المجهود اتعمل. ولكن وقاعدين في وسطينا دلوقتي أعضاء اللجان العلمية المعنية واللجان القومية اللي اشتغلت وحطت واجتهدت مع آلاف من العاملين في وزارة الصحة والسكان ومع زمايلهم في الجامعات المصرية والباحثين في المجالات المختلفة علشان نقدر ان احنا الحلم اللي تحقق الحقيقة في وجود سيادة الرئيس في 2014، نقلة نوعية التاريخ قبل 2014 وبعد 2014، وده يمكن اللي هتحقق بالبوليتيكال ويل او القيادة السياسية عندما يكون هناك دعم لا محدود من قيادة سياسية بتقول للمسؤول في هذا التوقيت اللي احنا محتاجينه هنعمله مهما كانت التكلفة ومهما كانت التضحيات. من هذا التاريخ الحقيقة من 2014 لحد 2018 مع يعني المرحوم دكتور أحمد عماد وطبعا أبي الدكتور عادل عدوي، وأنا مش عايز أنسى من أول دكتور حاتم الجبلي ودكتور يعني كل الأساتذة والمسؤولين اللي كانوا موجودين من هذا التاريخ. لكن نقطة فارقة وهي في 2015 و16 في عهد المرحوم الدكتور أحمد عماد عند توطين صناعة الدواء، لأن كان ممكن جدا نبقى عندنا وسائل التشخيص لكن العلاج هيكون أغلى من إمكانياتنا اللي احنا نقدر نوفرها للمواطنين. فكان الفترة دي هي فترة توطين صناعة العلاج المناسب، وده كان نقطة هامة جدا في النقطة فارقة. ثم في 2018 عندما بدأت مبادرة 100 مليون صحة، ودي أيضا نقلة تانية لأنها في خلال فترة 7 أو 8 شهور تم مسح أكثر من 63 مليون مواطن مصري في كل محافظات مصر في أكثر من 4300 وحدة رعاية أساسية و400 مستشفى بأجهزة وبتدريب لأكثر من 60 ألف عامل وموظف وطبيب وتمريض في وزارة الصحة والسكان في هذا التوقيت. وبدأت بالفعل هذه التشخيص المبكر يبدأ ينتج عنه تشخيص لحالات، ثم بدأنا في رحلة العلاج. ومن هنا من 2018 للنهاردة مستمرين في رحلة علاج سواء الالتهابات الكبدية التي وصلت إلى مرحلة التليف الكبدي أو الأورام السرطانية مع شركاء نجاح موجودين أيضا معنا في هذا المجال. بشكر مرة أخيرة الداعمين لهذا الصرح وكل الجهات التي دعمت مؤسسة سويرس وأيضا جامعة مصر علوم التكنولوجيا والشركات الداعمة شركة فودافون، كل الشركات الحقيقة اللي حاولت أنها تساعد معنا في إنجاح هذا اليوم. وبشكر زمايلي من كل العاملين في وزارة الصحة والسكان وعلى رأسهم طبعا أساتذتنا وزمايلي من المسؤولين السابقين. أشكركم إن شاء الله أمسية سعيدة. شكرا معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. Thank you His Excellency Dr. خالد عبد الغفار the Minister of Health and Population. والآن السيدات والسادة أتشرف بدعوة معالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدانوم للصعود إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمته. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Tedros Adhanom, the Director General of the World Health Organization. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، معالي الوزراء والسفراء، ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف بينكم اليوم أمام هذه الأهرامات الشامخة التي تظل شاهدة على تاريخ هذه الأمة وعظمة شعبها. وكما شهدت هذه الأهرامات العديد من الأحداث الفارقة في التاريخ، تشهد اليوم حدثا تاريخيا آخر سينقش في ذاكرة التاريخ المصري كالنقوش الهيروغليفية في معابدنا العظيمة. نصدر اليوم إنجازا طبيا حققته مصر تعبر به إلى آفاق جديدة لتوفير الصحة
وجودة الحياة لشعبنا العظيم، فقد نجحت مصر بجهود أبنائها المخلصين في دحر فيروس الالتهاب الكبدي سي الذي لطالما عانت منه الأسر المصرية، وكبد المجتمع المصري خسائر فادحة على مر العقود السابقة. وها نحن اليوم بعد مرور 34 عاما على اكتشاف هذا المرض الذي أصاب قرابة 70 مليون إنسان على وجه الأرض، نعلن من مصر ومن أمام الأهرامات أن طريق القضاء عليه أصبح ممهدا، وأن مصر قد أعادت كتابة التاريخ وسطرت بأحرف من نور كيفية التغلب على هذا المرض الذي يشكل تهديدا لصحة الإنسان. الحضور الكريم، إن الجهود المصرية التي بذلت خلال العقدين الماضيين قد توجت اليوم بإعلان منظمة الصحة العالمية نجاح المسار المصري نحو القضاء على فيروس سي، والذي لم يخل بيت مصري من ضحاياه، ولم تألو الحكومات المتتابعة جهدا في توفير مختلف مقومات مكافحة المرض، حتى كانت الكلمة الأخيرة التي سطرها الشعب المصري العظيم وقيادته الرشيدة بإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018 لتمثل حجر الزاوية في مواجهة الفيروس والقضاء عليه. لقد شاركت كافة قطاعات الدولة المعنية في التمهيد والإعداد لتلك المبادرة التاريخية والتي تعتبر الأكبر في التاريخ الإنساني، ولم تدخر الدولة جهدا في تسخير كل مقومات النجاح التي قادتها السواعد المصرية بكفاءة ونجاح. إن الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي لم تكن لتحدث لولا الإرادة المصرية الصلبة والعديمة التي لا تلين، والهدف الذي وضعناه جميعا نصب أعيننا، وبعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل الإصابات بالمرض، ها نحن اليوم نشهد اعتلاء مصر لمكانة عالمية بالنجاح في مسار القضاء على الفيروس بمرتبة ذهبية استحقتها عن جدارة واستحقاق. السيدات والسادة الحضور، إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في التغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المسبوقة، وإنني أؤكد التزامنا الكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته بكافة السبل، وأن تستمر الجهود الوطنية للحفاظ على ما وصلنا إليه من إنجاز عالمي والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تبنى هذه المبادرة ودعمها وتابع تنفيذها حتى كتب لها النجاح وأصبحت حديث العالم أجمع، وبفضل هذه المبادرة الرئاسية تخلص المصريون من وباء فتاك أحزن الكثير من الأسر المصرية. كما أخص بالشكر وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها وعلى رأسهم كافة الوزراء الذين تولوا المسؤولية، وعلى المستوى الشخصي فقد شرفت بزمالة 4 منهم: الدكتور عادل عدوي، المرحوم الدكتور أحمد عماد، الدكتورة هالة زايد، والدكتور خالد عبد الغفار، وجميعهم بذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى هذه النقطة من النجاح اليوم. وبالتالي فإنني أؤكد مرة أخرى على شكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في وزارة الصحة والسكان على جهودهم الحثيثة التي حققت هذا النجاح، وأتوجه بالشكر لجميع شركاء العمل والجهد والإصرار الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز، سواء على مستوى الوزارات المختلفة أو المؤسسات الدولية التي دعمت وشاركت في صناعة هذا الإنجاز التاريخي. السيدات والسادة، أختتم كلمتي بالإشارة إلى كلمة الباحث الأمريكي هارفي ألتر، وهو واحد من 3 حصلوا على جائزة نوبل في الطب عام 2020 لإسهاماتهم في اكتشاف وعلاج فيروس سي، حيث قال أنه لم يكن يتخيل أن يرى هذا الإنجاز في حياته، في إشارة إلى إمكان القضاء على هذا الفيروس اللعين، وهو ما يجعلنا دوما متسلحين بالأمل في مواجهة الأمراض الأخرى
التي أرهقت العلماء حول العالم في محاولة لاكتشاف الأدوية الناجعة لها. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. Thank you your excellency the prime minister of Egypt Dr. مصطفى مدبولي. مبروك، ألف مبروك لمصر وإعلان منظمة الصحة العالمية رسميا جمهورية مصر العربية كأول دولة في العالم تحصل على المستوى الذهبي للخلو من فيروس الالتهاب الكبدي C. Once again, congratulations to Egypt by the official announcement by the World Health Organization that the Arab Republic of Egypt is the first country in the world to achieve gold tier in the path to elimination of hepatitis C virus. كل الشكر لفريق العمل المخلص والمتفاني الذي قام بالعمل في هذه الحملة وقام بالفعل بتنفيذها. بالتأكيد كل الشكر لكل شركاء التنمية والمانحين والمؤسسات المدنية والدولية على دعمهم وتعاونهم. Dedicated thanks to all the devoted team that successfully implemented this successful campaign. Also, many thanks go out to the civil society partners, organizations, international institutions for their support and also for their collaboration. Ladies and gentlemen, we departedly thank you very much for being with us in this very special event tonight. We're going to take a very short break. After, we are going to enjoy an act from the renowned Verdi's opera Aida. ندعو حضراتكم الآن إلى استراحة قصيرة، وفي هذا الحين يستعد المسرح لاستقبال القائمين على هذا العرض الرائع فيرديز أوبرا عايدة، أوبرا عايدة لفيردي والتي تقدمها دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة المصرية. This will be presented by the Cairo Opera House and the Egyptian Ministry of Culture. I hope you enjoy your evening. Thank you. المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة من خلال إطلاق استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم تتوازى مع البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي المتكامل. الفترة دي هي بصراحة خطوة كويسة جدا. كلام ولا في الأحلام؟ الناس مش مصدقة نفسها. تضافركم معانا هينجح سواء كان في التعليم أو في الصحة، والكلام ده للمفكرين والمثقفين والإعلاميين بالإضافة للمجتمع. أي حد عنده قوائم انتظار يتصل بالرقم الساخن وربنا هيكرمه. شكرا. قوائم الانتظار مع حضرتك. لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية تأمين صحي، تعليم، استثمار، تنمية إلا بالاستقرار والأمن. صراحة حاسس بالشعب. لا، في تغيير في البلد. مس قلوب المصريين كلها. ادوا دفعة للنجاح وشجعوا وحطوا ايديكم معانا في ان احنا المنظومه تنجح. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول.